واحد التوضيح على الارتيكل اللي داير شويه ضجه داك الارتيكل 50 بالنسبه للماده 50 الماده 50 اللي مفهومه غلط هي المفهوم ديالها هو داك مرحله المقتضيات الانتقاليه هذيك المقتضيات كدار في جميع القوانين اي كاينه في القانون الاساسي ديال كره القدم كاينه في الدستور في الدستور اسمى قانون في البلاد راه فيه مقتضيات انتقاليه يعني اي تغيير قانون كيصادق عليه كيصوتوا عليه باش كيتفعل الا وكاين شي ماده ولا جوج مواد اللي غيقدروا يعطيوهم مقتضيات انتقاليه باش يكون ذاك القانون عنده واحد الشرعيه وعنده واحد القانون لانه كانت فيه شي حاجه اللي دارها اوراش ولا شي واحد من اجل مصلحه خاصه راه مشى للاتحاد الدولي ومشى للوزاره كانوا يرفضوه ويرفضوا ذاك هي ان الله يهديهم بعض الاخوان انهم فهموا ذاك الماده بواحد الفهم غلط وكنأكد بان راه الماده 50 صوتوا عليها بنعم او لا راه المكتب الجامعي يكمل الولايه ديالو قانونيا ما كاين حتى تغيير وكنتمنى يتفهموها ويصوتوا عليها بنعم باش انه القانون ديال الجامعه الملكيه لكره السله انه يمشي للاتحاد الدولي بجميع المقترحات اللي كانت اتفقنا احنا والاتحاد الدولي. كاين الناس كيقولوا بانه راه زعما خايفين على كره السله زعما بالنسبه لكم لا خوف على كره السله على لافونير ديالها حيت كيقولوا دي جون كون ديجا كومونسي كيهضروا على اون اني بلونش. يمكن لك توضح لنا. ما كنظنش اون اني بلونش يمكن كاين تاخير واحد شويه ولكن غنحاولوا نريكوبيريوه وان شاء الله حنا عندنا برنامج اللي مشى بعيد وموجودين معنا الناس ديال الاتحاد الدولي اللي راهم هنا في المغرب اللي كيديروا واحد التقييم لعمل الجامعه لان انبهضوا بالعمل ديال السنتين الاولى وكنتمنى ان يفهموا حتى الاعضاء يعرفوا العمل ديال الجامعه في التكوين وفي كل شيء اللي كنطالبوا هو انه الاخوان يفكروا في مصلحه كره السله راه حنا في واحد المرحله خطيره ماشي ديال تاخير البطوله هو مع الاتحاد الدولي لا ماشي الاتحاد الدولي هو تغيير الاجيال حنا الاجيال ديال كره السله لا الجيل اللي عندنا دابا ديال زويته مصباحي يعني قرب يسالي خصنا لا غوليف واحد لا غوليف اللي جايه الا شافت المشاكل في الباسكت بهذه الطريقه يمكن عاد تغادر هذه اللعبه وما نقدروش نلقاو لا روليف وما نقدروش خصنا نخدموا نرجعوا نخدموا 21 عام اللور باش نقدروا نرجعوا للعهد ديال زويته مصباحي يعني كنقول لهم راه حنا في واحد المنعطف خطير ويتحملوا جميع الناس اللي دايره لا المسؤولين ولا الانديه ولا جميع الغيورين هذه الكره انهم يدخلوا لان المنعطف هو ديال تغيير الاجيال وتغيير الاجيال هي المرحله الخطيره في اي لعبه يعني خصنا نحافظوا على الجيل ونعطيو الثقه للجيل اللي جاي باش يقدر يعوض الجيل الاخر في واحد الحاله وما يهربوش وما يمشيوناش مع هذا انت متفائل لا الحمد لله انا مع عائله كره السله البرنامج موجود يفهمونا هي شويه وعطونا شويه الوقت ومسامح قلتي بانه اليوم هي الديه لا قلت ناقشوا ونخرجوا اليوم مع حاجه انا موجود انا موجود انا كنقولها دائما انا موجود الناس كيقولوا لو كونتخير لا انا موجود احنا اليوم لا انا موجود سمعنا اليوم انا موجود بانه انت موجود كنقولها لهم موجود وسلمت عليهم وخرجوا كاملين وهضرت معاهم كاملين ما عندي حتى عدو محدد كرئيس الجامعه ما عندي حتى شي عدو الحمد لله ما عندي مرحبا بهم يجيو قلتها لهم قلت لهم مرجع من عام 6 البارح تلاقيت بعض الاخوان وقلتها لهم قلت لهم مور الجامع العام اجيو نجلسوا نهضروا الا كان ولكن حاجه معقوله ما نديروش شي حاجه اللي عترجع علينا بواحد السياق الا خرجنا برنامج خرج البرنامج ما يمكنناش نرجعوا نعاودوا نردوا نغيروا البطوله ونغيروا نرجعوا الخدمه اللي خدمنا عامين الا غيرنا البرنامج غنرجعوا اللور واحد عامين اخرى يعني يسيرونا اعطيونا فرصه عندنا ولاد 4 سنين ولا ما عطيناش نتائج مستعدين للحساب وحنا ما جيناش هنا باش نزيدوا ولايه اخرى ولايه حنا جينا باش 4 سنين نحطوا الانظمه والقوانين اللاعبين قوانين المدربين كل شيء ندوزوا هذه الامور ونحطوا لهم السكه الصحيح واللي جاي يكمل يلقى كل شيء ساهل هذا هو الدور ديال